سومالي لان والله فيلا يلا بكون يصدح يلا باتنين اي قادو اقوانسي هيا وحا اي علاقات لسامين ايسا ودامدا آن كلها ان كراس قرمد ميدوبي دبلوماسي ساري دكتوريسو ادنا آدان اسماعيل ايا وحا اي قولو هردعاه او وحكو او لكسو هوي سي سفر كي اي كتاكتاي ودامدا اسبينية كتالونية كواسي او اي كغوهر كي دي سي بارلمان كا ودن كا اسبين خطبادو اي كشار راح اي سوچي ريتان كا جموريا دا سومالي لانية تاريخ دي دي دينا عاكالينا كلا كلان تاي مدحوينها ودن كا كتالونية غرشاها سفر كان ايا وحا اي دكتوريسو ادنا ادن ديرد كساري سي صدح قدو وحنا اي نكوفالا غين دونا وربحين تينن بقعاد جيسكا افريكا نبت جليدا هي دموقراطية دكوهو جامين ايسا هي سومالي لان ايا وحا اي سماين ايسا قولو وحكو اولا او اي حلوفيسي كلا سمايسا نيسو ودامدا آن كراستا كلا هاين قولها امان كا هي قرمدا ميدوبي كواسي او حصول دوبا يسيدي اي او غاري لهايان هالكاسي وجيدك ودامدا تانا اي سومالي لان اولا سمايسا نيسو علاقاتك ايا اه اينا اسئلا شدان ما داما او مدح بناني دودا اي كمبرن سيهين ودامكالي hore waxa ay ilaaqaad ula sameysatay wadanka Taiwan oo guulo wax ku ool ah oo mid dhalay ay ka gaareen iskaashigooda diblomaasi sare diktoray Suudna Aadan Ismaaciil ahna ergeyga gaarka ah ee qabilsan wada hadalada Soomaaliya ayaa waxa ay iyaduna guulo wax ku ool ka gaadhey safar ay ku tagtay wadanka Spain iyo sida oo kale Catalonia kaasi oo ay baarlamaanka wadanka Spain kaga jeedisay خطبادو اي كو شرح اي سو جريتان کا جمهورية دا سومالي لان سيدا اي او قادي مدنما دا نبت قليا دا ايو دموقراطية دا اي جيس کا افريكا غار کا اوغا نوغطا ايو سيدا اي مهيم کا اوطا هاي اينا يادون کا انتي سكالي کا هشو اقوانسي عالمية وحا آن كمبرنين سعدالة تبليغي غا اه اي دبلوماسي ساري دكتوري سو ادنا ادن حيصد دا مقالة دا لاسعان ودو ادون کا سيخل دن لو فانسيي إن السيدة الصحدة أوغو شرحضوه إيو إن مدنمادها إيو وذا كيركة جمهورية دا سومالي لان أي كردان تهي قودوبك اللبادة يا أها سيدي ودنك كتلوني يا مدحوينيه سا أي كولان ولسو قادن لهايدون الصوحيري لهايد إلاقاد إيو حلوفو عصبو أي شان ودنكان إيو سومالي لان كواسيو أي لبين هرلعا كغاري كران هدي أي مدوبان ودامادا آن كراستا كولاها إن قرمدا مدوبي waxana ay tani guul u tahay jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wadan kasta oo madax banaanidiisa lagu muransan yahay wararka qaar ayaa sheegaya inay mid u sameysan doonaan wadamada tani ay ku difaacayaan madax banaanidooda iyo wada jirkooda Soomaaliland ayaana horkacaysa qorshahaasi oo doonaysa waqtigan haadirka ah in la suurto geliyo diblomaasiyadda ay ku horkacayso siyaasadda arrimaha dibadda diktoreyso Adna Aadan Ismaaciil ayaana guuleysatay waqtigan haadirka ah waxana la filayaa safarkeeda tabliiqiga ah ay ku kala bixinayso wadamada reer galbeedku inuu soo hooyo guulo wax ku ool ah oo ay Soomaaliland ka gaadho 2023 aqoonsiga ay 2030 sanadood ee ugu dambeeyay u xusul duubaysay iyo xisadda laga aloosay bariga Soomaaliland ee ka dhan ah midnimada dhulahaaneed iyo wada jirka Soomaaliland oo adduunku isku dhinac ka arko Cataloniana waxa ay ku soo biiraysaa isbaahaysiga Soomaaliland iyo wadamada aan kuraasta ku lahayn qaramada midoobay ka farxi eelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso استعمال كورك خدمة الآن تأي تري فري وكو سهلية إن ستحت تشيري وغور ريا إي أدل عقد ريسو آن وح خدمة أهلقا قادم دهب شيل هول فضايد يهاجة مالية ديد